ما شاهدناه في الشوط الأول إلى ذلك الحين سأعود سريعا. هناك ولا أي شيء على اعتبار أن قد ينذر بإنذار ثاني ويغادر أرضية الملعب. مواجهة تونسية إماراتية. نصل الآن للدقيقة رقم 35، 10 دقائق متبقية على نهاية هذه كرة تسديدة خطرة. جول الله كوفي لتعود المباراة من جديد. وحالها في المرمى، لاحظ شايف هنا هيثم، هنا التسديدة حارس المرمى، وعلى طول كوفي يضعها في المرمى ليعدل النتيجة. الآن العروبة 1-1، وقبل شوي أقول هدف واحد، وين الأهداف؟ وأتى هدف التعديل، أتى هدف التعديل الآن عن طريق كوفي. 1-1 ينجح العروبة بالتعديل قبل 10 دقائق. على تنفيذ الخطأ، كرة ملعوبة إلى الأمام، والكرة في أحضان حارس المرمى، لكن 12 دقيقة أولى من مسافات بعيدة، لا أعلم إن كان هو ضعف في حراسة المرمى أم ماذا. شوف الكرة والمتابعة، وبالتالي ايضا مقابل لا شيء. لدينا الامارات الفريق الذي ما زال متصدرا لبطوله دوري الدرجه الاولى، وخطا فادح جول، بالتالي هدف التعادل ياتي. استغلال الخطا من اللاعب كوفي ميتي، شوف الكره الماضيه، خطا حقيقه غريب جدا، غريب جدا الخطا في اللقطه الماضيه، نوع من الاستعجال، من التسرع في ابعاد الكره، وقد يكون نوع ايضا من عدم التجربه والخبره للحارس الشاب عمر يوسف. وبالتالي اللاعب كوفي ميتي كان موجود وكان قريب، وبالتالي سجل هدف التعادل لنادي العروبه، وبالتالي 1-1. بينما هنا اعاده لهدف التعادل الذي سجل باقدام كوفي ميتي اللاعب الغاني، وبخطا من حارس المرمى عمر يوسف، وبالتالي عاد من خلال. ألتقيكم مشاهدينا الكرام مع بداية شوط المباراة الثاني، وإلى اللقاء. جات اليمنى، نقلة إلى الأمام، محاولة خطيرة، والتعادل أو الثاني للعروبة عن طريق الغاني. ميتي يسجل، اللاعب الأكثر تحركا في شوط المباراة الثاني، ياخذ مكان ويضع العروبة في أجمل مكان. هدف ثاني عن طريق اللاعب كوفي ميتي. شوف التمريرة، الاستلام والتركيز ووضع الكرة في المكان الصحيح، والثاني للعروبة. 2-1، لكن تمريرة ممتازة، نقلة ممتازة، الاستلام بالصدر وبعد ذلك بالقدم بلمسة حقيقة. هذا هدف المباراة الثاني لنادي العروبة. الهدف الجميل جدا. و
والفرصة لا زالت مستمرة، عادت إلى الخلف، لا زالت الأمور حتى الآن 0-0 ما بين الفريقين. وهنا المحاولة موجودة لمصلحة فريق نادي العروبة مرة أخرى، مرور وتقدم وفرصة إلى الأمام، لا زالت حاضرة العروبة. يا الله، العروبة يبدأ التسجيل عن طريق اللاعب كوفي اللاعب الغاني إلى مرمى الإمارات. لاحظ لاحظ الغاني، لاحظ حط فيها كل قوته وفي المكان الصعب على أحمد الشاجي، يزور شباك العروبة. لاحظ هنا هدف المباراة الوحيد من جانب اللاعب كوفي من تصويبة كانت بعيدة المدى، وصلت وهزت الشباك واستقرت في الشباك الإماراتية في شوط المباراة الأول كان هذا الكلام. وبالتالي الأمور أصبحت للعروبة بهدف لا شيء في الشوط الأول، ولا زالت الأمور تصل باتجاه اللاعب هيثم علي، ناقلها أمامي الآن، محاولة وليد محمد، تمريرة باتجاه هذه البطولة 8 مرات. كرة اللعب الآن كوفي، محاولة كوفي يتخلص، ممكن يسدد، تصطد باط عن فريق عجمان الذي يأتي في المركز الثاني ب 16 نقطة. يوم أمس عجمان غادر. عادل طويل وأمامية، تبعد هذه أيضا، تعود من جديد كوفي، اللاعب الخطير اللاعب المميز، يمر كوفي يتخلص يسدد. ترى الآن عدنان حسين، كرة بالخطأ باتجاه كوفي، كوفي يحاول، حميد لكوفي، انطلاقة للأمام، لكن المضايقة تأتي أيضا وتبعد من هدف سيف إلى خارج هداف فريق نادي الإمارات. هنا محاولة الآن، كرة اللعب داخل منطقة الجزاء، كوفي في محاولة للتسديد وتسديدة ولكنها تذهب إلى خارج أرضية الملعب، تصبح ضربة مرمى. ضربة مرمى الآن، هذا هو كوفي، انتقل للنصر ثم عاد للإمارات. كوفي، كريم كركات تتخلص من أمام الآن، تعود من جديد في منتصف الملعب الآن كوفي، كوفي متراجع، مهاراته جدا عالية، لاحظ يتخلص، لعبها بشكل حلو، تمريرات للأمام، يبحث عن التسجيل، لاعب خطير خطير، ولكن العروبة يقدم مستوى جميل. هنا انطلاقة الآن سعيد خميس، سعيد انطلاقة للأمام، بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر قناة أبوظبي الرياضية، وسط الملعب عن طريق اللاعب هيثم علي، هيثم ناقلها لكوفي صاحب هدف التعادل في قبل أن يسجل الإمارات ثاني أهداف. يعني حقيقة أيضا الزملاء هناك في الاستوديو التحليلي تحدثوا عن الأهداف اللي دخلت في مرمى الفريقين، وكانت هدايا واضحة من جانب تبعد من أمام الآن، تتخلص، تصل الآن محاولة لفريق العروبة، وصلت لكوفي، كوفي كوفي حاول يمر، يتقدم للأمام، يتخلص بشكل حلو ولكن تتخلص من أمامه إلى خارج أرض. سعيد خميس الآن في وسط الملعب، سعيد يبحث عن زميل يجد يا سلام يا كوفي، يا سلام يا كوفي، مهارة عالية بالفعل، أداء سريع ورتم قوي أيضا. لا زال مجموعة التي تضم الإمارات وذبهان أصفهان الإيراني والريان القطري والشباب السعودي. كرة اللعب الآن باتجاه كوفي في صافرة وفي خطأ وضربة حرة مباشرة، يأتي أداء جميل من جانب لاعبي الفريقين حتى الآن. كرة اللعب باتجاه يا سلام، استلام بمهارة، دوران، تقدم للأمام، تخلص بمهارة، تسليم وفي هدف جاي لمين ما ندري. كرة اللعب داخل منطقة الجزاء، محاولة، الله، شوف شوف، وهنا عدنان تسديدة قوية يا عدنان. الآن للاعبي فريق العروبة، كرة طويلة وأمامية الآن باتجاه وليد، وصلت لكوفي، علي ربيع يخلصها، علي ربيع تعود من يمر، وهناك في صافرة وفي خطأ الآن لفريق العروبة، اللعب سريع الآن، وصلت لكوفي، انطلق كوفي الآن يحاول يمر، يا سلام يا كوفي، تسديد، الله، مرت إلى ضربة ركنية، والله حلوين، والله حلوين، أداءكم جميل وأداءكم حلو لاعبي الفريقين. العروبة في الشوط الثاني هجمة للعروبة وهجمة للإمارات،
كوفي يحاول يمر يتخلص يتقدم تصطد تعود من جديد. الآن محاولة قائمة بأنه إن تمكن من الانتصار فسيصل إلى النقطة رقم 23 الدقيقة الأولى من زمن شوط المباراة الماضية. كرة أمامية تصل في الجهة اليمنى لصالح نادي العروبة، سيطر على الكرة من اللاعب رقم 11 اللاعب كوفي مي بطولة دوري الدرجة الأولى دوري المحترفين حاليا. الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس لصالح نادي الشعب، رمية تماس لنادي العروبة، كرة ملعوبة في منتصف الملعب. التمريرة ما كانت موفقة، عادت مرة ثانية عند الدفاعات الصلبة، عند الدفاعات القوية والمرتدات الخطيرة في نفس الوقت. هكذا يلعب الدكتور عبدالله مصفر في شوط المباراة الأول، يعتمد على سرعة مهاجمين وتمريرة ومرور. يا سلام على اللعب، عودة مرة أخرى في منتصف الملعب. هذا هو هيثم، لاعب مؤثر في الشوط الأول، هيثم علي أرسلها إلى الأمام، محاولة خطيرة والفرصة لا زالت موجودة. ويا سلام على اللعبة، يا سلام على الفرصة الماضية من أمام حارب مردد مرد، لكن كوفي كاد أن يسجل ثاني أهدافه. لاحظ الاستقبال الناجح ولاحظ التصويب بالقدم اليسرى، ما مشت معه بالطريقة اللي يتمناها، ما هزت شباك الإمارات للمرة الثانية إلى ضربة مرمى. رحلت اللعبة الماضية كانت خطيرة وكادت أن تعطي العروبة هدفا ثانيا وتقدم ثانيا في شوط المباراة الثاني وأن تزيد من معاناة الإماراتيين، لكنها الأمور مستمرة هكذا. مشاهدي أبو ظبي الرياضية في كل مكان، الأمور بهدف لكن العروبة بهذه الطريقة يبدأ الشوط الثاني وتصويبة قوية إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ العروبة صراحة يعني عندهم رغبة كبيرة جدا من أجل تسجيل. القائد خالد الكعبي يرسل الكرة إلى الأمام، استلام ومحاولة المرور، الضغط على حامل الكرة والخطأ يأتي. هنالك الخليج يتقدم على الفجيرة بأربعة أهداف مقابل لا شيء، وعجمان لا زال متقدما على الشعب بهدف. دبل فجيرة والزيد متعادلين حتى الآن حبايب بهدف لهدف، كل الملعب وبالتالي بوقش تشعر به وحيدا في المقدمة دون وجود إمدادات مستمرة من جانب لاعبي خط الوسط، وهنا بحاجة إلى تدخل غازي الغرايري من أجل تغذية خط الوسط الإماراتي وإعطاء إضافة لهذا الوسط الذي بحاجة إلى تدعيم. لكن محاولة للعروبة، فرصة لعب في الجهة الأخرى ما اكتملت، الضغط ناجح كان من جانب اللاعب سالم، بداية هجمة والكرة في الجهة اليمنى، لدينا محاولة الآن للعروبة وفرصة من جانب كوفي إلى الأمام، تحولت خطيرة إلى خارج الملعب. تحولت مرة الكرة الماضية من جانب المدافع الإماراتي خليل عبد الله إلى ضربة ركنية رحلت، ولدينا لاعب الآن ساقط في أرضية الملعب. شوف سلامات، سلامات للاعب اللي ساقط في أرضية الملعب، أعتقد بأنه هو سالم علي. ولاحظ العرضية الماضية التي وجدت سرا، لازالت المحاولة موجودة وحاضرة والمرور ناجح في المرة الأولى، في المرة الثانية العروبة يحاول، يا سلام داخل منطقة الجزاء. كاد العروبة أن يسجل لكن الفرصة الماضية إلى خارج أرضية الملعب. العروبة لا زال متقدما بهدف، وهنالك عجمان، الكرة ارتطمت بهذا اللاعب وغادرت، تحولت إلى كوفي مرة ثانية، يحاول المرور والكرة تبدو خطيرة.